السلام عليكم. الله صباح الله يبارك فيك، كدير بخير؟ كل شيء مزيان؟ بخير، صافي الحمد لله، الله يبارك فيك. أكيد الأمور فوزتها والله الحمد لله، كل شيء مزيان بخير. لله. كي غادي مع مطرمة مزيان؟ صافي كل شيء مزيان الحمد لله، راك عارف ضروري لي زونطريمون. ايوا، اذا نبدا اول سؤال. استاذ عبد الله، هنا مرحبا بك اولا عبر الصفحه الرسميه لموقع لسات تي في عبر تطبيق انستغرام. انت ضيف على البرنامج ديالنا اللي كنديرو كل ليله بعد الافطار في ظل الحظر الصحي اللي كتعرفو المملكه ان ممنوع على الصحفيين والاعلاميين يعني انهم يديروا دي انترفيو عن قرب مع اللاعبين او المدربين. لهذا ارتئينا اننا نمشيو عبر تطبيق الانستغرام ونقربوا النجوم ديالنا واللاعبين الاطر الوطنيه المحبين ديالهم. معنا اليوم عبد الله خفيفي، عميد نادي مولوديه وجده لكره القدم، اللاعب اللي ترعرع بفريق الاتحاد الاسلامي الوجدي قبل ان يلتحق بفريق مولوديه وجده. عبد الله، كيفاش كتاخذ التدريب ديالك تحت اشراف اطار الجزائري عبد الحق بن شيخه عن بعد، اي من المنزل ديالك؟ أول حاجة شكرا بعد على الاستضافة وشرف لي نكون معاك اليوم على قناة مرحبا. سات تي في. بالنسبة لزونطريمون اللي كان ديروهم يعني تقريبا يوميا في الأسبوع مع الطاقم ديالنا على رأس السي بن شيخة، الحمد لله عندنا واحد الابليكاسيون اللي كدوز يعني كنديروها يعني عبر ابليكاسيون اون ديريكت يعني عبر فيديو اللي كندربوا يعني جميع اللاعبين وكنتبعوا يعني الحصات ديال السي حكيم بريباراتور ديالنا، كنترينيو معاه يعني كنتبعوا داكشي ديالو في المنازل ديالنا. الحمد لله يعني غادي الامور كما هي ولي زونطريمون غادي مزيان والامبيونس ديال الجروب يعني باش يخلي ديما الجروب مجموع الحمد لله غادي مزيانين ولي زونطريمون مزيان ان شاء الله ما بقاش بزاف ان شاء الله باش نخرجوا ان شاء الله ونمشيو للميادين ان شاء الله. ان شاء الله. عبد الله، على ذكر الميادين، واش كيبان لك ان التدريب عن بعد وبالمنزل ديالك واش هو كافي للاعب محترف انه ياخذ تدريب عن بعد بعيدا عن الجروب بعيدا عن الانظار تاع المدربين؟ واش الاجواء عاديه ولا كتختلف من البيت للتدريب الملاعب؟ هو كاين واحد اختلاف بكل صراحة يعني في الميدان وكيكونوا قدامك اللاعبين ويكونوا قدامك يعني المدرب، ماشي يعني عن بعد يعني ماشي عن يعني بعد، ولكن لو كان جيت تشوف من احسن ما كاين يعني كتبقى محافظ على اللياقة البدنية ديالك، سيرتو في المنزل كتستخدم شي حوايج كيكونوا بحال مثلا اللي كاين اللي عنده يعني الماتيريال ديالو ديال لي زونترينمون بحال بيكالا بحال طابيرولو بحال حتى الدروج كتخدم بهم مزيان يعني كتبقى محافظ على اللياقه البدنيه. وكما قلت لك يعني ما كانش يعني كاين واحد شويه ديال الفرق يعني التيران كتخدم فيه انك تكون فيزيك مو مزيان، كتخدم فيه لي زالونجمون لي زانترميتون مع الجروب يعني كتبقى واحد لا كونكيرونس بيناتنا يعني بزاف ديال الحوايج. ماشي بزاف ان شاء الله كتسمعني؟ عبد الله، انت كعميد فريق مولوديه وجده، كيفاش كتوصل الرساله ديالك للاعبين بانهم يعني غير يصبروا ريتما ان الجائحه ديال كورونا تفوت وترجعوا للتدريب؟ واش كتوصل انت كعميد فريق، توصل شي رسائل للاصدقاء ديالك الفريق؟ ضروري احنا كلاعبين ديما كنهضروا بعضياتنا يعني عندنا ان جروب في الواتساب اللي كنتواصلوا به يعني كل شيء، كنحاولوا يعني نعطيو النصائح بيناتنا يعني بنادم يحاول يصبر بنادم يحاول ما يتقلقش يحاول باش نتجاوزوا هذه المرحله يعني خصنا نكونوا نلتزموا المنازل ديالنا ضروري احنا اللي كننصحوا يعني الناس. والحمد لله الدراري يعني عارفين كل شيء واعي بالمسؤوليه وكل شيء عارف اللي عليه يعني خصو يبقى في المنزل ديالو خصو يتدرب باش يبقى محافظ على اللياقه البدنيه ديالو. والحمد لله يعني جميع اللاعبين يعني تبارك الله عندنا الحمد لله ان جروب اللي ولاد الناس دراري مربيين مخلقين كيسمعوا الهضره بعضيات كنسمعوا الهضره بعضياتنا يعني، والحمد لله عندنا مدرب اللي يعني يعتبرنا بحال ولاده، هذا اهم شيء. الحمد لله احنا عائله واحده
كنتبادلوا النصائح وكنتعاونوا بعضياتنا باش ان شاء الله من نرجعوا يعني نكونوا موحشين بعضياتنا ونرجعوا مزيان ان شاء الله. عبد الله، اكيد ان الكل كيعرف انك المشوار الكروي ديالك بديتي في فريق اخر ابن المدينه اللي تواله تاريخ كبير في كره القدم، فريق الاتحاد الاسلامي الوجدي. احكي لنا كيفاش بدا المشوار ديالك مع هذا الفريق قبل ان تلتحق بفريق بوليدية وجده وترسم او تاكد الموهبه ديالك امام فريق كبير لمولودية وجده وتحمل شاره العماده اللي ماشي بالسهل. اكيد ان مجموعه من اللاعبين الكبار اللي حملوا شاره العماده في فريق بلوديه وجده ولعبوا المنتخب الوطني المغربي، انت الان قائد فريق بلوديه وجده، تحدثنا شويه عن المسار ديالك الكروي انطلاقا من الاتحاد الاسلامي الوجدي الى بلوديه وجده والان انت العميد. انا اول حاجه ما بديتش في الاتحاد الاسلامي الوجدي، بديت في النهضه الوجديه يعني الار سي يو اللي عطات لاعبين بكل صراحه. كان شرف عليها السي سيف الدين فيزازي، كان هو والسي بنيونس فيزازي مشكورين من هذا المنبر، ومشكور السي محمد بن لهوى. بعد اول حاجه بديت في النهضه الوجديه، لعبت معاها مينيم ديمي بوسا مينيم كادي، من بعد لعبت كادي، لعبت سينيور ديريكت، طلعوني سينيور. كان انا داك المدرب سي الحنفي مشكور حتى هو اللي يعني قدر يقنعني وقدر يفيدني باش الحمد لله طلعني ليكيب سينيور، ولعبت معاهم يعني لعبت معاهم مدة موسمين تقريبا. الحمد لله كنت باقي صغير يعني كادي، والحمد لله استفدت بزاف ديال الحوايج. كانت انا داك في الهوات، من بعد بغيت نغير الاجواء انتقلت للاتحاد الاسلامي الوجدي يعني في نفس المدينه في وجده، كان يلعب في الدوزيام ديفيزيون ديك الساعه. لعبت معاهم جينيور ديك الساعه، لعبت معاهم جينيور، انتقلت للاتحاد الاسلامي الوجدي، لعبت جينيور، كانوا لعبت اسبوار يا ربي، لعبت اسبوار، لعبت لمده عام. واحد المقابله كانت في مكناس ضد النادي المكناسي، كان جا المدرب كان سعيد صديقي، كان في ليكيب ا، كانت هما غادي يلعبوا في مكناس، كنا غادي نلعبوا ديفيد ريدو، جا سي سعيد صديقي كيتفرج فينا. الحمد لله يعني ديك المقابله كنت في لافورم ديالي، دوزت مقابله جيده. من بعد ما سال الماتش جا عندي المدرب هضر دوا معايا وداك الشيء، قال لي ودي فوالا راه انت تبارك الله مزيان وداك الشيء، خصك تزيد وتخدم وهذه، وان شاء الله الاثنين طلع التريني بهاد لا فاس هادي، قال لي الاثنين طلع التريني معانا في ليكيب ا. فتما بدات المسيره ديالي، تما حياتي تبدلت يعني، فرحت واحد الفرحه كبيره ان طلعت سينيور مدرب، يعني مدرب اللي كبير سي سعيد صديقي مشكور، عجبته الحمد لله. ترينيت تقريبا مده، كان تريني وكنلعب مع لي سبور، كان تريني مع ليكيب ا وكنلعب مع لي سبور لمده سنه، وانا كان تريني مزيان، كنتريني داكشي يعني مزيان، الفيزيك مولا كل شيء الحمد لله، استفدت بزاف. الموسم الاخر كان جا ديك الساعه كان مشى سعيد صديقي، جا سي مصطفى، كان سي تيجيني، يعني كانوا شدوها بزاف ديال الاوطو ديك الساعه. الفريق ما كان يمر بازمه شويه، ما كانش مزيان، تعطات لي واحد الفرصه في معنا مع رشاد البرنوصي، لعبت واحد المقابله في دوزيام ديفيزو، هذيك هي اول مقابله ديالي، كانت مع برشيد يا ربي، كانت اول مقابله ديالي. الحمد لله دوزتها مزيانه وهداك الشيء، كنت غادي مزيان، كنت كنتريني من ضابط يعني، ما كانش يهمني اللعب اكثر ما كان يهمني ان نبقى غادي من خدام يعني كما كيقولوا. الحمد لله جاتني واحد الوقيته اللي بغيت صافي نلعب، طاحت الفرقه ديك الساعه للتروازيام ديفيزو، بغيت نلعب صافي، انا بغيت نلعب مع ليكيب ا، تعطات لي واحد الفرصه اللي تما شديت فيها، تما بدات المسيره ديالي في التروازيام ديفيزيون ديك الساعه في الهوات. الحمد لله دوزت عام موسم في المستوى الكبير. هذيك الساعه عيطوا لي اكادير، مشيت مع حسنيه اكادير، عيطوا لي سي عبد الهادي سكيتيوي، ترينيت معاهم واحد تقريبا واحد السيمانه. هذيك الساعه ما كانش من الرئيس، المهم حتى هما ما كانش من الرئيس ديال الاكادير، مشي رجعت، عيطوا لي الناس ديال وجده ديال المولوديه، ديال المولوديه، ما فكرتش بكل صراحه، عيطوا لي المولوديه ما فكرتش، رجعت ديريكت هما للفريق ديالي اللي هو اللي كنت نتمنى ان نلعب فيه،
والحمد لله ليا شرف كبير اننا كنحمل القميص ديال المولودية الوجدية، وكنحمل شارة العمالة ديال المولودية الوجدية، راه ماشي بالسهل. الحمد لله هذا شرف ليا كبير، وكنتمنى نزيد نعطي اكثر لهذا الفريق هذا، وهذا هو الاهم بالنسبة لي. أكيد أنه مشوار كبير قضاه عبد الله خفيفي قبل التحاق بفريق بلدية وجدة. كتسمعني؟ اسمح لي، ما سمعتش السؤال. قلت لك اكيد ان عبد الله خفيفي مر مجموعه من الانديه بمدينه وجده، سندباد الشرق كما تيقولوا، قبل ان تلتحق فريق بلديه وجده. عبد الله، واش كنتي متاع عبد الله خفيفي متاهن شي مهن اخرى من غير كره القدم؟ كنعرفوا ان مجموعه من اللاعبين تكونوا انهم يعني كيديروا الكره وكيحترفوا مجموعه من المهن، واش عبد الله خفيفي كان من هاد اللاعبين اللي امتهنوا احد المهن، ولكن من بلغ الكرة كما تنقولوا، من عطاش الكرة صافي ما بقاش كيمتهن ديك المهنة وكمل في المسار ديالو كلاعب كرة القدم. فبالنسبة لي أنا قبل ما نلعب كنت كنلعب مع في الأقسام الهوات، يعني ملي كنت لعب مع النهضة الوجدية كنت نقرا في ليستا، كنت داير ان ديبلوم اللي استافد منه اللي هو ريباراسيو اوتوموبيل ديال لا ميكانيسيان، قريت فيه ديت دي ديبلوم تكنيسيان، وداك الشيء قريت الحمد لله مزيان، خديت وكنت كندير ستاج في لا ميكانيك، وكنلعب الكره وكنقرا وكندير كل شيء. الحمد لله يعني إيه. أكيد أكيد من بعد ما التحقت بالاتحاد الاسلامي الوجدي، تما وقفت يعني بقيت باغي نشدي في حاجه واحده. وصلت الاتحاد الاسلامي الوجدي بقيت خدام كنتريني، سمحت في يعني لي ديبلوم عندي، وسمحت في داك الشيء الخدمه وداك الشيء، بقيت مكونسونطري مع الكره، لانما الكره هي اللي كانت عزيزه عليا بزاف، كنسمع في اي حاجه وكنمشي نلعب الكره. مشيت لعبت مع الاتحاد الاسلامي الوجدي، صافي من تما بدات المسيره ديالي في كره القدم، ما بقيتش كنفكر حتى في شي حاجه من غير كره القدم، والحمد لله دابا انا مع المولوديه الوجديه، ما من غير الكره ما كاين حتى شي حاجه. إذن احنا بدورنا كنتمنى لك السي عبد الله خفيف في مسار موفق على رفقة فريق مولودية وجدة. قبل ذلك عبد الله، أكيد أن لاعب ديال كرة القدم كيمر مجموعة من المراحل، لعل أهمها الأمور المادية. عبد الله خفيف، شنو هو أحسن بريم تقاداه، أول بريم تقاداه فرحتي به، شحال كان الثمن ديالو؟ احسن بريم كان ماشي احسن بريم، واش لا، شحال كان 300 درهم، 30 الف تبيت فرنك، درهم 30 الف فرنك تبيت درهم مع النهضة الوجدية، ومني خديتي اكيد انك فرحت. فرحت بزاف. شنو درتي بها؟ شنو درتي بها؟ 300 درهم هذيك 300 درهم راه شكون عقل، مشيت شريت بها الوالدي الحوايج، كتاود على دان. اذا المسار ديال اللاعب استاذ عبد الله ما تيكونش سهل، كاين اللي كيسحب ان لاعب كره القدم راه كيمر بواحد المراحل سهله جدا قبل ان يتحقق الفريق الاول، شوف الشيء اللي ما كيعرفوش. نقول لك الصراحة، في البداية ما كتكون سهلة، وأي لعاب كتسولو يعني كيمر بصعوبات، يعني خاصو يتكرفص بهذا المفهوم، يتكرفص باش يوصل للمبتغى ديالو، والحمد لله ربي ما كيخيب حتى شي واحد اللي كيخدم وكيتكرفص وكيضرب تمارة، الحمد لله الحمد لله هادشي اللي كاين. عبد الله، انت اكيد انك لعبتي على يد مجموعه من الاطر الوطنيه وربما الاجنبيه، شكون هو اكثر مدرب اثر على عبد الله خفيفي في المسار ديالو الكروي وربما ساعده بشكل كبير باش انه صنع منه لاعب كره القدم اللي كنشوفه اليوم كيقود احد اكبر الفرق الوطنيه فريق مولوديه وجده؟ نقدر نقول لك كان فوزي جمال كان لاعب سابق المولودية الوجدية ومدرب سابق المولودية الوجدية، اللي تبارك الله زعما واحد الانسان اللي كيخدم ما كيرضاش وداك الشيء، وكينصح بزاف ديال كينصحنا وهادي، وكان يعطينا بزاف ديال النصائح، والحمد لله تبعنا دوك النصائح ديالو، والحمد لله حنا غاديين كنشكروا من هذا المنبر هذا. إذن عبد الله خفيفي يقود فريق بلدية وجدة هذا الموسم للمرتبة الثالثة،
وهذه المرتبه اللي كيعرف الكل انها تخوله في حاله ما توقفت البطوله او تم الاعلان على سنه رسميه ان فريق مودريتش وجده غادي يشارك في دوري ابطال افريقيا، وربما هذا هو المبتغى ديال المكتب المديري لنادي مولودية وجده اللي كيترأسه السيد محمد هوار، انكم كنتم عازمين منذ انطلاقه الموسم انكم تشاركوا في ان كومبيتيسيون افريكا. شوف، حنا كان عندنا كما كيقولوا ان اوبجيكتيف من بدايه الموسم، من بعد ما درنا كونسونطراسيون بعد الالتحاق ديال السي بن شيخه اللي كنا هضرت انا وياه وهضرت مع السي محمد هوار وهضرنا احنا لاعبين جميع، كان عندنا ان بروجي اللي خصنا نمشيو به هذا الموسم هذا، هو ان المولوديه الوجديه يلعب في على الاقل يلعب في كما يقولوا في سبوره متقدمه، يعني يكون من الاوائل. والحمد لله يعني كل شيء منضبط في هذه المعلومه هذه، وكل شيء مشى في هذا الاتجاه هذا الحمد لله، كل شيء منضبط. بقوا لاعبين عاجبهم هذا الشيء، لان ما اي لاعب كيطمح انه يكون مزيان، اي لاعب يكون يطمح انه يلعب على واجهه افريقيه. الحمد لله اللاعبين كما قلت لك بقات الخدمه، والسي بن شيخه اللي كنشكره بزاف كيقوم بواحد العمل. كما قلت لك هضرنا بعضياتنا وطبقنا ذاك الاوبجيكتيف اللي الحمد لله وصلنا ليه، هو العمل والعمل والعمل. إذا انتم منذ انطلاق الموسم الكروي يا عبد الله انكم كنتم ناويين وعازمين انكم تشاركوا في ان كومبيتيسيون افريكا، كنتم ناويين من واحنا الاول. احنا بكل صراحة احنا بكل صراحة كنا ان ناويين الفريق ديالنا يلعب في من الأوائل، يكون في سبورة الترتيب، يعني يكون من الخمسة الأوائل بكل ان صراحة. شاء الله وان شاء الله هذا ويكون عندنا فريق، احنا في بداية الموسم يكون عندنا فريق اللي ينافس الفرق الكبرى، لأن فريق المولودية الوجدية ماشي فرق اللي صغيرة، فرق راه كبيرة، اللي أول فريق يفوز بكأس العرش ماشي صحيح بالسهل. دونك فريق المولودية الوجدية خصو يستاهل يلعب على جميع الواجهات، لا الإفريقية ولا المحلية، ونتمنى وإن شاء الله نفوزوا هذا العام، نفوزوا بالبطولة ولا نلعبوا كأس من الكؤوس الإفريقية إن شاء الله. لمان ان شاء الله، واكيد ان فريق مولودية وجدة كتوفر للاعبين من خيرة اللاعبين بالبطولة الوطنية. عبد الله خفيفي، انت احد لاعبين الشباب، واش بعد ما صار حافل يمكن الكونيكس الأخ محمد، يمكن الكونيكس ما سمعش السؤال، يمكن الكونيكس يمكن راه عندك شوية تقيلة. ياه قلت لك استاذ الله، بعد مشوار حافل خداه مع مجموعه من الانديه الوطنيه ام فريق مولوديه وجده، واش عبد الله خفيفي كيشوف راسه واحد النهار انه قادر على انه يحمل القميص تاع المنتخب الوطني المغربي الاول، ولما لا يكون احد العناصر الاساسيه ديالو ويمثل اللاعبين ديال الجهه الشرقيه بالمملكه في المنتخب الوطني المغربي الاول؟ اي لاعب كيطمح انه يلعب في المنتخب الوطني، اي لاعب عنده هذا الطموح هذا وهذا الاوبجيكتيف دايره في عقله، لما لا انا منهم اللي كنطمح ان نمثل فريق المولوديه الوجديه، يعني ونلعب في ليكيب ناسيونال. كنتمنى ان شاء الله هادشي ما كيجيش يعني عن صدفه، خصو يجي بالخدمه والعمل والفريق صحيح ديالنا يكون مزيان باش ان شاء الله نكونوا في ليكيب ناسيونال ان شاء الله. عبد الله خفيفي، غادي نسولك حول المسار ديالك الكروي الشخصي، واش كتمنى يوم من الايام انك تلعب شي فريق في البطوله الوطنيه من غير فريق مولوديه وجده؟ الا قلنا لك شكون الفريق تفضل من بعد مولوديه وجده انك تلتحق فيه في المغرب ابار خارج المغرب؟ السؤال صعيب شوية. انا أنا بغيت عندي تجاوب ماشي أنا مشكل. بكل صراحة أنا عندي فرق، أنا ما كذبش عليك، أنا كنفضل أن أنا إذا كنت باغي نخرج من فريق المولودية الوجدية خاصني نحترف، نمشي لأوروبا ولا نمشي للخليج نلعب تما، ان شاء الله هذا هو الخور ديالي. ان شاء الله. اذا كما كنعرفوا ان فريق مولودية وجده الان في المرتبه الثالثه ياك في البطوله الوطنيه مناصفه مع فريق فتح الرباطي. عبد الله انت كلاعب واش كتبغي ان البطوله توقف والمولوديه يحرز على المرتبه
وتشاركوا العام الجاي ديمالا في احد المسابقات الافريقيه، ولا تبغي انك تكملوا التحدي ديالكم اللي بديتوه منذ بدايه الموسم وتكملوا المباريات المقبله وتكملوا 30 دوره، وديك الساعه المرتبه اللي غتحصلوا عليها هي اللي تستحقوا. وحنا ما كرهناش نرجعوا للبطوله صراحه، لان ما الطموح ديالنا بدا كيكبر، فهمت يعني؟ نقدروا نفوزوا، لما لا نفوزوا بالبطوله؟ ولكن صحيح كما قلت لك، داكشي ديال الله. الا كانوا غادي يوقفوش البطوله، حنا الحمد لله مكلاسيين مزيان. الا ما كانت غتكمل البطوله، يعني راه نبقاو في نفس لوبجيكتيف، وفي نفس يعني كما قلت لك في نفس لوبجيكتيف ديالنا، وان شاء الله باش نفرحوا الجماهير ديالنا اللي بكل صراحة هاد السنة هذا كان ليهم فضل كبير. هما اللي كان عندهم الحافز الأول ديالنا باش رحنا حنايا في هاد الكلاسمون هذا. إذا على ديك الجماهير ديال البوليدية وجدة، واش الجماهير سي عبد الله أثرت أو ساندت عبد الله خفيفي في المسار ديالو، خصوصا كتبان الجماهير ديال البوليدية وجدة هاد السنة؟ بلا بيهم ما كان سوى والو. انا نقول لك صراحه، لانما هما اللي وقفوا معايا من بدايه المشوار ديالي في فريق مولي ديال الوجديه. بكل صراحه لعبت معاهم في دوزيام ديفيزيو، بقاو مسانديني الحمد لله. كنشكرهم بزاف اللي تاقوا فيا، كنشكرهم بزاف اللي تاقوا فيا، والحمد لله انا جامي غادي جامي نخون الثقه ديالهم. إذن رسالة كتبغي يوصلها قبل ما نختموا هذا البث المباشر سي عبد الله خفيفي، كتبغي توصلها للمحبين ديالك بشكل خاص ومحبين ديال المولودية وجدية والمغاربة عامة تزامنا مع تفشي فيروس كورونا اللي سماته وزارة الصحة العالمية بالجائحة، شنو تبغي تقول للجماهير بصفة عامة سي عبد الله؟ اول حاجه كنقول لهم كنشكرهم بعدا بزاف، لان ما كيطبقوا هذا الشيء الحمد لله، سيرتو في وجده بكل صراحه، يعني مطبقين التعليمات ديال الرجال المختصه وديال وزاره الصحه، يعني الناس كتبقى في ديورهم بكل صراحه الحمد لله. كنشكر بعدا الجماهير الوجديه، لا خارج الوطن ولا داخل الوطن، كنقول لهم بقاو في ديوركم، وان شاء الله رانا قرب نخرجوا ونرجعوا للميادين ان شاء الله، باش نتلاقاو بعضياتنا ونفرحوا جميع ان شاء الله. شكرا. كلمة أخرى غادي نخليك تقولها لواحد السيد ربما اشتغل إلى جانب بفريق بلدية وجدة هو يتواجد معي الآن، خلينا ضيف مفاجأة، أنا غادي ندوز لك باش تشوفه وشنو باش تقول ليه عبر المباشر في الصفحة الرسمية لموقع لوسيت تي في، معنا ناصر الدين زياد اللي اشتغل معك في فريق بلدية وجدة. والله الله 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 عبد الله 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 سيناصر، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك السيناصر. بخير شوف بكل صراحه، انا هذا السيد هذا انا ماشي حيت راه حدايا، من اطر اللي اشتغلت انا معاه، لا اشتغلت معاه لا في الاتحاد الاسلامي الوجدي ولا في المولد الوجديه. هذا السيد هذا كيبغي يعطي كل ما عنده، وكيبغي يدير بهاد اللغه هذه، كيبغي يدير بزاف ديال الخدمات. كنشكرك اخويا ناصر، والحمد لله الفضل ديالك، استفدنا منك بزاف. كنشكرك اخويا ناصر، واهلا بك، توحشناك اخويا ناصر. كي داير انت مزيان الله يحفظك السي ناصر، انت بخير، كل شيء مزيان. الله هو يحفظك الله جمال، هو يعطيك جمال، هو جمال كيضحك. جمال حركات حركات الله حركات فيك الله فيك ضروري جمال خويا السي ناصر، ضروري توحشناك بزاف، وان شاء الله نتلاقاو في سعاد الخير ان شاء الله. تصلى لي في راسك استاذ عبد الله تصلى اخويا. شوف اقول للصالحي، نهار ضربت البيت صالح يقولوا نهار ضربت البيت بني ملال، ساليت لنا الكوره خويا في هذا المغرب هذا. كتسمعنا اخويا؟ وقيل الكونيكسيو شويه، الكونيكسيو. عبد الله كنشكرك خويا ناصر، شكرا بزاف. مفاجاه بكل صراحه، انا ما كنتش نتوقع هذه المفاجاه يكون معك السيد هذا. والله الأمانة للأمانة صراحه انا نصر السيد الدين هذا زياد هو يعجبني بزاف. خيرات المدربين الحراس اللي كتعرفهم البطوله الوطنيه، الان كيشتغل الى جانبي انا كمرسق اعلامي هنا بمدينه رجاء او فريق رجاء بني ملال، رجل خدوم، رجل
بما تحمل الكلمه من معنى. اذا داك الشيء في هذا الحد عبد الله خفيفي كنشكروك كل الشكر على قبول الدعوه، وانك كنت ضيف على موقع لوسيد تي في عبر التطبيق او الصفحه الرسميه عبر التطبيق انستغرام. كنتمنى لك بدورنا عبد الله خفيفي حد موفق رفقه مولوديه وجديه، كما كنتمنى فريق مولوديه وجديه حد موفق كذلك، انه لما لا يحقق كل المبتغيات ديالو الا وهي لما لا الحصول على البطوله الوطنيه والمشاركه في احدى الكؤوس القاريه. شكرا لك مجددا، ورمضان مبارك شكرا كريم. شكرا اخي، وشكرا لوسات تي في على الاستضافه هذه، وهذا شرف ليا، والحمد لله بغينا نوضحوا هذا الشيء هذا للجماهير الوجديه، وكنشكرك بزاف، ونتمنى لكم رمضان مبارك سعيد والامه الاسلاميه جميعا، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.